أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. التحرش الجنسي يقود السلاوي إلى الطرد من أكبر شركات الأدوية الأمريكية. قرر مجلس إدارة شركة جي سي كي المساهم الأكبر في شركة كالفاني اليوم الأربعاء 24 مارس الجاري طرد منصف السلاوي الخبير المغربي في علم الفيروسات وإنهاء مهامه الوظيفية كرئيس لمجلس إدارة شركة كالفاني. هذا وعللت الشركة قرارها هذا بالتحرش السلاوي جنسيا بأحد موظفي جي سي كي وممارسة سلوك غير لائق تجاهه، وذلك قبل عدة سنوات عندما كان منصف بدوره موظفا في ذات الشركة. وأضافت الشركة في بلاغها بأنها توصلت برسالة في هذا الموضوع، الأمر الذي أسندت التحقق منه لشركة محاماة ذات خبرة عالية في التحقيق في الادعاءات قبل أن تجزم بصحة المزاعم المنسوبة لمنصف سلاوي. في هذا السياق صرحت إيما وينسلي الرئيس التنفيذي لشركة جي سي كي في رسالة إلى الموظفين بخصوص طرد السلاوي لأنها تشعر بالصدمة والغضب منذ معرفتها بالموضوع، مشددة على أن التحرش الجنسي محظور تماما ولن يتم السماح معه أبدا. يذكر أن الرسالة التي وجهتها الرئيسة التنفيذية لشركة جي سي كي إلى الموظفين نصت على أن اسم السلاوي سيحذف نهائيا من مركز البحث والتطوير التابع للشركة روكفيل وميرلاند مع تغيير اسم المركز الذي كان يسمى مركز السلاوي للأبحاث اللقاحات. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.